والله أعظم ما تقدمه الآن يا من تريد الجنة، يا من تريدين الجنة، أعظم ما يقدمه الإنسان بهذه اللحظة مهر للجنة أن يفرح الله عز وجل بتوبته وأن يقبل على الله جل في علاه. من أراد الجنة، من أراد أن يتنعم بنعيمها وأراد أن يقدم لهذه الجنة يفرح الله سبحانه وتعالى بتوبته ويقبل على الله، يبدل الله سبحانه وتعالى سيئاته إلى حسنات. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره فقال: يا محمد، أعرابي، يا محمد، إن أنا أسلمت وبك آمنت فماذا لي؟ أنا الآن أبغى أتوب، أبغى أسلم، أبغى أؤمن، أبغى أقبل على الله، إيش لي؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الأعرابي على بعيره، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك الجنة. إذا أنت بتتوب وبتسلم وبتؤمن لك الجنة. فقال هذا الأعرابي على بعيره: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فما تحرك من مكانه حتى تحرك بعيره، فسقط من فوق بعيره على رأسه فمات رحمه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله عليهم: تناولوه فوالذي نفسي بيده إني أرى الملائكة تدس في فمه من ثمار الجنة. لماذا؟ لأنه قدم وصدق وأقبل. تريد الجنة؟ تريدين الجنة؟ الفرصة بين أيديكم، أعلنوها توبة لله وقولوا من هذا اللقاء نعلنها توبة لله وعودة لله، أقبلنا من أجل أن يفرح الله بتوبتنا وإقبالنا عليه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يفرح بتوبة. إيش الدليل بأن الإنسان إذا تاب سيدخل جنة عرضها الأرض والسماء؟ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.